استاذ رمسه سعدت بمقاطع النهارده ان الحلم اللي اطلقه معالي الرئيس بانشاء بديل العشوائيات والقضاء على العشوائيات خلال سنتين اصبح واقع. احنا انتهينا المرحله الاولى والثانيه، المرحله الثالثه الحمد لله بدات ان شاء الله هنتكلم في ميعادها. السوق التجاري، المسرح، النشاط الاجتماعي. النهارده معالي المحافظ اللي هو احمد داوود بيعلن المرحله اللي هو بناء البشر. بنحتفل بدخول ابنائنا المدارس، ان شاء الله ابنائنا دول هيبقوا نماذج وهيكونوا متفوقين وهنحتفل بيهم، ان احنا كده النموذج التكامل ما بين الحجر وكمان بيد البشر. متفائلين بيكم، سعداء بيكم، ان شاء الله سنه دراسيه موفقه، وان شاء الله انتوا تقودوا المستقبل، وانتوا ان شاء الله تقودوا مستقبل بلدنا. وزي ما سمعنا معالي الرئيس وقال ان مش حدش هيحل مشاكل مصر الا ابناء مصر. انتوا الخير، انتوا الامل، وانتوا المستقبل. وتحيا مصر.